تقريبا كان البلحائي، ولكن الله يهدي هذوك بعض اللعبه خصهم يحترموا سر الرجل مدرب مزيان وتعمل اللعبه بحال الوليدات ديالو بحال الاخوان ديالو. وهذاك الشيء زعما الا غادي تعمل شي حاجه ما تعملهاش في التيران، عملها من غير التيران، تلحل الصباط ديالك حدا الناس وداك الشيء. وهذاك الراجل زعما تيحسب اللعبه كلهم بحال ولادو بحال خوتو، والمنتخب المغربي كان ممتاز. وهذاك وليد الراجل كيبغي غير الخير للعبه وكيبغي الخير للمغرب الحمد لله، وكنتمنى ان شاء الله هادشي باش ما يتكررش، باش مره اخرى ما يتكررش هادشي ان شاء الله. ان شاء الله باش يكون ان شاء الله المقابلات ان شاء الله جايين يكونوا في المستوى. الدراري يعني عندنا ذاك القضاء وذاك الشيء ما صالح شيء، الانسان خصو يحاول ياخذ الامور بالتي هي احسن. والله الله يهدي ما خلق، الله يهدي ما خلق. شكرا. متراجع هذه الايام هذه نظرا لغياب اللاعبين اللي كانوا في المونديال، وكنتمناو ان الركراكي يعيط على اسميه جداد بحال الزحزوح والليفري صافي. و اداب ديال بعض اللاعبين بحال زياج ما كانش في المستوى، نصيري تصرف اللي دار زياج البارح انه ضرب قرعه مع في البونشوش، تصرف غير مقبول اخويا. خاص تكون روح بين اللاعبين في المنتخب، و ميساج كبير هو ينادي على لعاب جداد بحال الزحزوح و شي لعاب راه موجودين في البطوله وصافي. هذا ما كان ديال المنتخب الوطني المغربي، اداء زوين الصراحه، عجبونا، كره زوينه، لعبوا كره، وكنتمنوا لهم حظ سعيد في هذه المسيره الكرويه، وان شاء الله يجيبوا لنا كاس افريقيا، وان شاء الله نمشيو بعيد في كوب دي موند 2026. واش اللي ما عجبونيش في المنتخب البارح هي داك الكعيه ديال زياش وديال سميتو هذاك صيري، يعني ما خصهمش يكعاو فهمتيني، يعني المدرب عارف اش كيدير فهمتي، يعني حنا هكيب ما خصناش نتعاو على بعضياتنا، خصنا شي يكمل شي فهمتيني. حيت هو المدرب راه هذاك الركراكي راه الله يعطيه الصحه، راه مدرب في المستوى، ماشي يجي ويدرب المنتخب، راه في المستوى، وراه شوف في كاس في كاس العالم راه مشى بعيد في المونديال، عرفتي شنو هو، راه ضربنا احسن فرق في العالم، ما خصش بنادم فهمتيني ينسى. راه حتى مدرب خصهم يحترموه، كاع الفرق في العالم كيحترموا المدرب ديالو، كاينش اكثر من نجوم ديال افارقة عالميه بحال الريال بحال، يعني ما نضابش مع المدرب راه ما غاديش يلعب. وهادشي اللي خصنا حنا نتعلموه في الكره، نعطي الوالد الركراكي، خويا والد الركراكي تبارك الله عليك، وسير في ديك المسيره الكرويه ديالك فهمتيني، وروح رياضيه، وديما تقاتل على الدرابو المغربي، يعني كاع مغاربه حنا وحنا مساندينك فهمتيني، انت دير اللي عليك وحنا حنا معاك فهمتيني، وان شاء الله يكمل عليكم بخير ونمشيو بعيد ان شاء الله في هذه الكره، المسيره الكرويه ان شاء الله.